مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل ما بدأناه من فقه الزكاة في كتاب الهداية للإمام أبي بكر المرغناني في شرحه لبداية المبتدئ. وكنا وقفنا عند قوله في الهداية: والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في النصاب دون العفو، وقال محمد وزفر رحمهما الله فيهما: حتى لو هلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعند محمد وزفر يسقط بقدره. لمحمد وزفر رحمهما الله أن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال، والكل نعمة، ولهما أي لأبي حنيفة وأبي يوسف قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل السائمة شاه: وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا. وهكذا قال في كل نصاب. ونفى الوجوب عن العفو، ولأن العفو تبع للنصاب، فيصير الهلاك أولا إلى التبع كالربح في مال المضاربة. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير، ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي، لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع. وعند أبي يوسف رحمه الله: يصرف إلى العفو أولاً ثم إلى النصاب شائعا. فهذه مسألة من المسائل الخلافية في المذهب الحنفي، ويبنى عليها بعض التفريعات لبعض مسائل الزكاة. فكما علمنا في زكاة الإبل أن في الخمس شاة إلى التسع، وكذلك في زكاة الغنم في الأربعين شاة إلى 120. فهل يا ترى هذا الواجب هو واجب في النصاب فقط الذي هو أقل مال تجب فيه الزكاة؟ هل الشاة الواجبة في الإبل هي واجبة في الخمس ثم السادسة لا شيء فيها، والسابعة والثامنة والتاسعة، أم إن الشاة واجبة في الخمس لمن عنده خمس، وفي الست لمن عنده ست، وفي السبع لمن عنده سبع، وهكذا إلى التسع؟ هذا هو المسألة التي معنا، والخلاف الدائر بين الشيخين من جهة، وبين الإمام محمد والإمام زفر من جهة أخرى. فيرى الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف أن الواجب إنما هو في النصاب دون العفو، ويرى محمد وزفر رحمهما الله أن الواجب في الكل.
حجة الإمام محمد والإمام زفر أن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال، فكانت واجبة في الكل. وحجة الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف قول النبي صلى الله عليه وسلم في خمس من الإبل السائمة شاه، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرة. وهذا الحديث يقبل الاجتهاد في فهمه، ففهمه الشيخان على أن الزائد عن النصاب هذا وقص لا شيء فيه. وبناء على هذا الفهم، إذا هلك شيء من الزائد فيبقى الواجب كاملا. إذا هلك شيء من الزائد على النصاب من الأربعة الزائدة عن الخمسة في الإبل، وفيما زاد عن الأربعين من الغنم إلى 120، ما يهلك من هذا العفو من هذا الزائد لا يتأثر به الواجب. فتجب شاة في الخمس من الإبل الباقية، وتجب شاة في الأربعين من الغنم الباقية إذا هلك العفو. وعند الإمام محمد الهالك يسقط منه من الزكاة بحسابه، فإذا هلك 40 من الغنم لصاحب 80 فيسقط نصف الشاه عند محمد وزفر، ولا يسقط شيء عند أبي يوسف وأبي حنيفة، لأن الزكاة تجب في النصاب دون العفو. ثم وقع خلاف آخر بين أبي يوسف وأبي حنيفة بعد اتفاقهما، بعد اتفاق الشيخين على أن الواجب في النصاب دون العفو. وقع خلاف آخر، فيرى الإمام أبو حنيفة أن الهلاك بعد العفو يصرف إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي، لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع. الإمام أبو يوسف يقول يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصاب شائعا. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو ضربنا مثل برجل له 40 من الإبل، رجل له 40 من الإبل، كم يجب في هذه 40؟ لا يجب في 40 في 36 بنت لبون، و 37 38 39 40 من الإبل فيها بنت لبون. طيب، فإذا هلك منها 20 فماذا يجب؟ 24. إذا هلك من 40 من الإبل 20
فيكون الباقي 20. العشرون الإمام أبو حنيفة يقول الذي يهلك يصرف إلى العفوي، إلى الزايد، إلى الزايد. إلى الزايد عن ماذا؟ إلى الزايد عن النصاب. نصاب الإبل أول نصاب كام؟ 5. فيصرف الهالك إلى الزائد ما دام النصاب عندنا موجود 5 من الإبل، فيكون هلك 20 باقي 20. فيكون الواجب عنده في 20 من الإبل الغنم، كم شاة؟ 4 شياه. يكون الواجب عنده 4 شياه. الإمام أبو يوسف يقول إن الهالك هذا يسقط من العفو ثم يصار إلى النصاب شائعا، إلى النصاب شائعا، بمعنى إنه يصرف الهالك الذي إلى العفو. العفو عندنا في ماذا؟ يصرف إلى العفو، إلى الأربعة. وبعدين يكون عندنا 36. طب 36 غير موجودة أيضا، ده الموجود 20 فقط، الموجود 20. فهو يرى إن 36 هذه كان وجب فيها بنت لبون، فالهالك يهلك شائع في بنت اللبون، فيكون الواجب 20 جزء من 36 من بنت اللبون. هذا هو معنى النصاب الشائع، وهذا هو معنى النصاب الشائع، ان يكون الهالك يصرف الى النصاب الشائع، لانه اخر نصاب كان عندنا اللي هو 36، وهذه 4 الزائده عفوا يصار اليها كما هو مبداه من الاول، ان الواجب انما هو في النصاب دون العفو. إذن بنت اللبون في 36، فهلك من 36 16، فكأن بنت اللبون وجبت في 36، بقي 20، إذن الواجب 20 جزء من 36 من بنت اللبون. يعني بنت اللبون تقسم قيمتها إلى 36 جزء، فالواجب على هذا الرجل 20 جزء من 36. نقرأ المسألة معك الهداية، تفضل اقرأ لنا المسألة من أول. قال والزكاة، من الأول قال والزكاة عند أبي حنيفة، الزكاة عند أبي حنيفة رحمه الله دون العفو، قال محمد بن زفر رحمه الله فيهما: حتى لو هلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، وعند محمد بن زفر يسقط بقدره. لمحمد بن زفر رحمه الله أن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ولكل نعمة، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام في 5 من الإبل السائمة شاة، وليس في زيادة شيء حتى تبلغ 10، وهكذا قال في كل نصاب، ونفى الوجوب عن العفو، ولأن العفو تبع للنصاب فيصرف الهلاك أولا إلى التبع كالربح في مال المضاربة، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي، لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع. وعند أبي يوسف رحمه الله يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصاب شائعا،
نعم. يبقى عند أبي حنيفة بيصرف الهلاك إلى العفو، ثم بعد العفو يصرف إلى النصاب الأخير، فإذا انتهى النصاب الأخير يصرف إلى العفو الذي بينه وبين النصاب الذي قبله، ثم إلى النصاب الذي قبله، وهكذا حتى نصل إلى النصاب الأول. أما عند أبي يوسف فيصرف الهلاك أولا إلى العفو كما هو مقرر عند الإمام أبو حنيفة، ثم بعد ذلك يصرف الهلاك إلى النصاب شائعا على النحو الذي ظهر من هذا المثال. نعم. قال، تفضل المسألة التي تليها. وإذا أخذ القوارب الخراج وصدقة السوائب لا يثنى عليهم، لأن الإمام لم يحمهم والجباية لحماية، فأفتوا بأن يعيدوها دون القراج فيما بينهم وبين الله تعالى. فأفتوا بأن يعيدوها دون القراج فيما بينهم وبين الله تعالى، لأنهم مصارف القراج لكونهم مقاتلة، والزكاة تصفها الفقراء وهم لا يصفونها إليهم. وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنهم، وكذا ما دفع إلى كل جائر، لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء والأول أحوط. نعم، هذه المسألة فيما لو خرج بغاة، وهم الذين الفئة التي تخرج على إمام العدل تناوئه ولهم قوة وشوكة ومنعة، فإذا خرجوا واستولوا على بعض الأقاليم وجبوا الزكاة من أهلها، ثم انتصر عليهم الإمام، فهل يثني عليهم الزكاة ويأخذها باعتبار أن الآخذون الأولون كانوا أهل بغي، أم تجزئهم هذه؟ فالمقرر في المذهب الحنفي أنه لا يثنى عليهم الواجب، لا سيما قضاء وفي الأموال الظاهرة كالسوائم ونحوها، فإذا أخذ أهل البغي منهم زكاة هذه الأموال الظاهرة ثم انتصر الإمام عليهم في نفس الحول، لا يثني عليهم الزكاة ولا يلزمهم بدفع زكاة أخرى، ولكن يفتون هؤلاء في الزكوات بين فيما بينهم وبين الله أن يؤدوا الزكاة. يبقى فيه فرق هنا بين الفتوى وبين القضاء. الإمام لا يثني عليهم، لا يجمع منهم مرة أخرى، ولكن على سبيل الفتوى التي هي ملزمة ديانة فيما بينهم وبين الله، على سبيل الفتوى يفتون بأن يعيدوا الزكاة. لماذا وقد أدوا؟ قالوا لأن هؤلاء البغاة لا يصرفون الزكاة في مصارفها، ولذلك فرقوا بين جباية البغاة للزكاة وبين جبايتهم للخراج، فيفتون بإعادة الزكاة دون تأدية الخراج مرة أخرى، لأن الخراج إنما يصرف للمقاتلة، وهؤلاء من أهل القتال والدفع عن بلاد الإسلام فيجزئهم ذلك. وكذلك السلاطين الظلمة الذين يأخذون من الناس الزكوات أيضا، هم إذا
داهم البلاد عدو هم يقاتلون هذا العدو، فلذلك لا يفتى الناس بتثنية الخراج، وإنما يفتون بإخراج الزكاة مرة أخرى فيما بينهم وبين الله تعالى. وبعض فقهاء الحنفية منهم الإمام السرخسي يقول إنه لو نوى الفقراء عند الأداء التصدق على هؤلاء يجزئهم، قل لو نوى الفقراء عند الدفع للسلاطين الظلمة وولاة الجور لو نووا إنهم بيتصدقوا على هؤلاء الظلمة يجزئهم هذا. ووجهته أن هؤلاء الظلمة أن ما في أيديهم من الأموال ليست ملكا لهم، فهم استولوا عليها ظلما، والاستيلاء الظالم هذا لا يملكهم إياها، فهم غير مالكين لها، وعليهم واجبات كثيرة ونفقتهم كثيرة، فهم فقراء في الحقيقة. فإذا أعطوا بهذه النية بنية التصدق عليهم يجزئ عن الدافع ذلك، حتى قالوا في بعض ولاة ما وراء النهر في عصور الإمام، قال هذا الوالي الفلاني يستحق الزكاة. كيف يستحق الزكاة؟ قالوا لأنه ظالم، وما في يده من المال وما تحت يده من القصور كل هذا ليس ملكه، ليس ملكه. وهذه فتاوى تنطوي على معان كبيرة، وهي تأليب الناس على هؤلاء الظلمة، وبيان أن ما في أيديهم ليس مملوكا لهم، ويجوز لصاحب الحق أن يدفع عن حقه وأن يطالب به. وفي الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم، يبقى هذه المسألة على هذا النحو واضحة يا كرام؟ اقرأها لنا أخي الكريم مرة أخرى. وإذا أخذ الخوارج الخراجة، وتركت السرائر لا يثنى عليهم لأن الإمام لم يحمهم والجزاية للحماية. قال الإمام لم يحمهم، هؤلاء لما خرجوا بسوائمهم فأخذ هؤلاء الخوارج والظلمة أخذوا منهم الزكوات بشوكتهم وقدرتهم. الإمام إمام العدل في هذه الحالة لم يحمهم، لم يحمي أموالهم، هو عجز عن حماية أموالهم، والجباية بسبب الحماية. لذلك عندنا باب في يسمى باب العاشر الذي يأخذ عشر الأموال من التجار ونحوهم، هذا الأخذ بسبب حماية إمام المسلمين لهذه القوافل في غدوها ورواحها، فإذا عجز عن حمايتها فليس له أن يجبي زكاتها، فليس له أن يجبي زكاتها، وقد أخذها الخوارج لضعف الإمام فلا يثنى عليهم. نعم، وأفتوا. أليس هذا الكلام في حق الجمية الجبات الحماية؟ هذا في حق المسلم، قد يكون المسلم في دار حرب يعني في غير بلده، كيف الجبات الحماية؟ إيه، ما هذا المسلم الذي في دار الحرب أيضا أمواله لا نستطيع حمايتها فلا نجبي منه الزكاة، لأننا لا نستطيع. نعم، أتكلم عن الجباية وليس الوجوب. الوجوب هو واجب متقرر للأغنياء على الأغنياء في أموالهم، حق للفقراء.
سواء كان في دار الحرب أم في دار الإسلام، سواء تمكن الإمام من حمايتها أم لم يتمكن، وسواء أطلبها الإمام أم لم يطلبها، فهي واجب في المال. لكن في قضية الجباية، سلطان الإمام في الأخذ، إن عجز عن حماية الأموال لا يأتي مرة أخرى ويطلب الزكاة، لا يجبي إلا إذا كان قادرا على حماية هذه الأموال. فأفتوا بأن يعينوها دون القرار فيما بينهم بين الله تعالى، لأنهم مصارف القرار بكونهم مقاتلة. هذا تعليل لقوله إنهم يعيدوا الزكاة ولا يعيدوا الخراج، لأنهم أي الظلمة والخوارج هؤلاء أو سلاطين الجو من أهل القتال، يعني كأن الخراج وصل لأهله فلا يثنى مرة أخرى. نعم. والزكاة مصرفها الفقراء وهم لا يصرفونها إليهم، وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنهم، وكذا ما دفع إلى كل جائر لأنهم بما عليه من التبعات الفقراء والأول أحضر. إلى كل جائر يعني من السلاطين الذين يجمعون الزكوات، وليس إلى كل جائر يعني قابلني لص وأخذ مني بعض المال بالإكراه فأقول هذا من الزكاة، ليس هذا مرادا، وإنما إلى كل جائر يجبي الزكاة، ونعلم أنه لا يصرفها في مصارفها. التصدق هنا النفلة أم لا؟ المقصود بالتصدق الزكاة. إيه نعم. فضل. وليس على الصبي من بني التغلب في سائمته شيء، وعلى المرأة منهم ما على الرجل، لأن الصلح قد جرى على طرف ما يؤخذ من المسلمين فيؤخذ من النساء المسلمين دون صبيانهم. نعم. يقول وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء. بنو تغلب هؤلاء قوم من نصارى العرب، كانت بلادهم بقرب بلاد الروم آنذاك، فلما أراد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفرض عليهم ويوظف عليهم الجزية أبوا، قالوا لا، نحن من العرب ونأنف من أداء الجزية، كيف نحن من العرب وتفرض علينا جزية؟ هذا يعني هم يأنفون من ذلك ويعدون هذا نوع من الصغار، فقالوا إن وظفت علينا الجزية لحقنا بأعدائك بالروم، نذهب إلى الروم ونحتمي بهم ونكون في صفهم عليك، وإن رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فعلنا ذلك. يعني إن رأيت أن تأخذ منا ما يأخذه بعضكم من بعض، تجبي من المسلمين كام، شوف أنت بتجبي من المسلمين كام، وخذ منا ضعفه، لكن لا ندفع جزية، لكن لا ندفع إيه جزية. فالخليفة عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وشاورهم في هذه المهمة، يعني أشاروا عليه بذلك أن لا تسميها جزية، خذ منهم ضعف الإيه ما يفرض على المسلمين في أموالهم اللي زكاته 2.5%، خذ منهم 5%، واللي زكاته 5% خذ منه 10% اللي في الزروع والثمار وكذا وهكذا. وفاسدنا عمر وافق على ذلك وقال يعني سموها ما شئتم، هي جزية وانتم سموها ما شئتم. فبهذا يعني بقي، وجاء الخليفة عثمان بعده فلم يغير هذا الحال، فبقي الحكم هكذا. وبعدين تناولوا مسألة
أخرى مترتبة على هذا، وهي مسألة مال الصبي من بني تغلب هؤلاء ومال النساء، هل يؤخذ منه، هل يؤخذ منه ما جرى الصلح عليه، ما جرى به الصلح عليه أم لا؟ فالذي ينظر إلى أن هذا الذي فرض ووجب على بني تغلب إنما وجب بطريق الصلح، يقول إنه لا يجب في مال الصبي من بني تغلب، لا يؤخذ منه زكاة، لأننا صالحناهم على أنه يجب في مالهم ضعف ما يجب في أموال المسلمين، والصبي من صبيان المسلمين في المذهب الحنفي هذا لا تجب في ماله زكاة، فكذلك لا تجب في مال الصبي من بني تغلب زكاة. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي حلت وضى كده من الها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.